فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم قاربضا سلاكين قرح دي أدون يدا يدا للال كيدا أيات دقي لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها فاختار أن يكون عبد الرسول نبي وحود دورتي عليه الصلاة والسلام إنو نقضى دور رسول أي نبي عليه الصلاة والسلام دورتي يشبع يوما ويجوع يوما ما لن ندرقه ما لن نقاتله أي نبي عليه الصلاة والسلام دورتي حتى لقي الله عز وجل إلا وربي لكل ميو وربي حقي سآدي وحنا محمد دور بذا الدنيا ذا إنو ما لنا قاتله ما لنا ودرق النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله حق حمده والشكر على نعمه وآلائه ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ولا ليال ربنا جل وعلا أدو يدا حقيقة ذا يلي ذا شديدة وإن غورمي ربنا سبحانه وتعالى إلى هاي آيات فربضا أي كتابك سينو غورمي أدو يدا حقيقة ذا إن أيتهاي مدلا تاضة وأن حقيقة هاي أو زوليسة أو تغيسة أي إلى هاي أدو ميسة وشاق قاربضا سلاكين قرح دي أدو يدا يدا للال كيدا آيات دقي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلى أن يحل نمان وكو باباي ويندو يدني ومد بابايسا ددك شوغا مخلوق شوغا انتو ويكتغيا وحاكليا وباغي نقنيا أو صوهريا والله سبحانه وتعالى إلى أن يحل سبحانه رشا الدنيا الضبا وحين الاسيين كويسان النعم كا إلهي وحي نوغدقي إنا المركاين غم مشغولين إلهي ذكر قيسة آخرة يلا كولا كإله سيانا ننقون كو خساري أيها الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الله حركوا يا الله رمي يو إيمان كدبت اللي يمدو إوحي لدي الرمي رمي يو يا نيني مشغولين أولادينا يحولين إلى هين سيئي يا نيني مشغولين الله ذكر قيسا حسيتان كيسا حسوس شديسا دارت آخرة لكل كيسا حساب تيسا يا نيني مشغولين حولها يا أولاد إلى هين سيئي الله حول عدا سدا سميسا إيدو يسلقته يا أولادي يا حوليه لسي يكون مشغولشة يا مكون مشغول وإذا الله حزتان كيسة كوا خساري وكواسي كمدين بلالي سبحانه وتعالى نبي محمد عليه الصلاة والسلام أدو يدا وينو قدقي فعل كيسو ينو قدقي نبي عليه الصلاة والسلام وهذا الكيسو ينو قدقي عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدا وسورنا يا ترمذي في سننه من حديث عبد الله وحنبي قولي عليه الصلاة والسلام ايوك ورنيان نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راح وتركها نبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدة ترمذي وصورنا أيه وصوصار في سننه وحمي حديث عبد الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحكو سيحضي صلق يا رأي نبي عليه الصلاة والسلام وكو سيحضي صلق يا نبي عليه الصلاة والسلام وكو سيحضي مركيو ككعي دين عيسى النبي عليه الصلاة والسلام وحاكو صور مي صليقو ككعي نبي عليه الصلاة والسلام
dadna saxaabadu waxay dhaahdeen waxaan ku dhaanay rasuulkii ilaahayow, law ittakhadnaa laka witaa'an, haddii aan kuu samayn lahayn firaash yar ood ku seexato oo dhan markaa dhinacaan kaa qaban, bal kow rasuulkii ilaahayow. Nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam, isagoo saxaabadiisaa ka naxay, nebigu u caddaynaya isaga iyo adduun iyo xaggay kala joogaan, wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam, maalii waliddunyaa maa ana fi ddunyaa ilaa karaakibin istadalla taxta ashajara, maxaana kala galay aniga iyo adduunyo, ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam, anigu wax kale ma yihi ilaa waxaan ahay mid daabad fuushan oo istadalla taxta ashajara, harsaday markaa geed hoostiisa unbaan adduunyo ku ahay. Uma raaxa watarakahaa, kadibna markaa isaga tegay ayuunbaan ahay, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam. War anigu adduunyo waxaan kagaakahay oo adduunyo aan ka ahayba sidii markaa nin gaadiid wata oo geed hoostii ku nastay, kadibna waxa weye isaga tegay baan ka mid ahay, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam. Sidaasaan ahay, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam. Nebigu wuxuu saxaabadiisa u caddaynayaa adduunyadu inaanay ku weynaan, adduunyadu inaanay noqon mid qalbigooda ku weyn, ayuu nebigu calayhi salaatu wassalaam u caddaynayaa, isagoo ah rasuulkii ilaahay, isagoo ah nebigii ilaahay, ayuu adduunyo xaggaa ka taagnaa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam, uu saxaabadiisana u tilmaamayay. Nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam waxaa la door geliyey walaalayaal inuu noqdo melikan rasuula aw cabdan rasuula, inuu ahaado boqor rasuul ah oo adduunyada ku waara oo adduunyo badan la siiyo, iyo inuu noqdo addoon ilaahay oo rasuul ah ayaa la doorgeliyey nebiga calayhi salaatu wassalaam. Fakhtaara an yakuuna cabdan rasuula, nebigu wuxuu doortay calayhi salaatu wassalaam inuu noqdo addoon rasuul ah, ayuu nebigu calayhi salaatu wassalaam doortay. Yushbicu yowman wayajuucu yowman, maalin inuu dhargo maalin inuu gaajoodo ayuu nebigu calayhi salaatu wassalaam doortay. Xataa laqiya allaha caza wajal, ilaa uu rabbigii la kulmayo oo rabbigii xaggiisa aadayo. Wuxuu nebi maxamed door bidaa adduunyada inuu maalina gaajoodo maalina uu dhargo nebigu calayhi salaatu wassalaam. Nebigu adduunyaba ka zaahiday iyada iyo markaa raaxadeeda nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam. Walaalayaal, bal aan u fiirsanno nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam gurigiisii sidee buu ahaa, noloshiisu sidee bay ahayd nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam. Waxaan ka arkaynaa haddii aad ugu fiirsanno layaab fara badan walaalayaal. Nebi maxamed gurigiisu wuxuu ahaa dhoobo, muu ahayn dabaqii iyo fooqiisa saaran iyo bangalooyin waaweyn. Nebi maxamed gurigiisu wuxuu ka samaysnaa dhoobo, wuxuu ahaa mid aad iyo aad u cidhiidhi ah oo isku dhow. Nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam guriga uma yaalin sariiro waaweyn, nebiga calayhi salaatu wassalaam imay oolin, nebiga waxa uu yaalay salli yaroo markuu ku seexdaba nebiga calayhi salaatu wassalaam feedhihiisa qabanaya oo ku sawirmaya ayaa nebiga u yaalay calayhi salaatu wassalaam. Canhaa caaisha waxay tidhi, maa ashbaca aalu muxammadin sala allaahu calayhi wasalam min khubzin shaciir yowmayn mutataabicayn xataa qubida rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam. Waxay tidhi caaisha, reer maxamed calayhi salaatu wassalaam kamay dhergin yacni markaa roodhi iyo khubzi markaa heed ka samaysan laba maalin oo isku xiga may cunin oo kamay dhergin, xataa qubida rasuulu llaah, ilaa rasuulka ilaahay uu dhintay oo nebiga calayhi salaatu wassalaam adduunyada laga oofsaday laba cisho isku xigta reer muxamed waxba may cunin bay tiri caaisha radiallaahu canha. Walaalayaal, nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam adduunyada waa ka zaahiday, jacayl fara badanna umuu hayin xagga iyo daarta aakhiro iyo ilaahay la kulankiisa ayaa nebi maxamed la weynaa calayhi salaatu wassalaam. Wuxuu soo saaraya muslim fi saxiixi hadalka markaa cumar radiallaahu canhu wuxuu yidhi, cumar, waxaan soo galay rasuulka ilaahay sal alla slam, ayaan u soo galay isagoo jiifa ayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam u soo galay. Wuxuu nebigu ku jiifay calayhi salaatu wassalaam, salli yar buu ku jiifay nebigu calayhi salaatu wassalaam,
وأناك فريستي بوري عمر رضي الله عنه فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وحاودوا النبي عليه الصلاة والسلام هو سكنت جيسا يودوا وحكى لهم دوين مركو النبي عليه الصلاة والسلام وصلي جيك كعيب بوري وابدين عيسى مركو كوسا ورين ياي صلي جي مركو ككعيب وحان كوي وحان أي جيب بوري عمر رضي الله عنه قري النبي عليه الصلاة والسلام أيان كرو ياي أنتي دوي ماضي وحاودي ما وحكى لك من أركين إلا إن يروح ويمرك هذا وقرية الله صاع لغو كرا أيها القرية سيئة لما وحد مركا كدب عندها يجي وحاكي يمد إلين ووان أو ييبو يوري وعندها يجي مركا إلين بيعشم وهاي أو إلين با مركا يكتمد نبيك عليه الصلاة والسلام في بوري بوري ما يبكيك يا ابن خطاب حكا وينيا إن خطابه حكا وينيا وحن يربوري يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزائنتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزائنتك أحضر رسولك إلهيو نبيك إلهيو سيدبان نوويين أدق وكسي حنيا يعني مركا صلي غير كوردا وصلي غيرنا ودين دنا عاجا مركا كصور ما يو أو كقبنا يو أنا أركي الصحيح هذا قريقة كوتا الله يعني أنت يا رهيد ده كوتا لا قريقة هذا وحنا سلوا خل أركي يعني مركا قيصر يك كسرة أي أنا أركي يا جرا يعني وحي كشرا نمعوي وحي هايستان مرفع ربضان وبيار فربضان بايستان عنتوين بضان بايستان ولو ذي بغر مركا أديك رسولك إلهي أوكي الله دور تياهنا ونارك يا أبو لي مركا صحيدا الدنيا نبي عليه الصلاة والسلام وحكويري يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون الآخرة ولهم الدنيا ولنا خطاب ميانا يكور عليك لني إلا نقو آخرا يا لنو يقول يا الدنيا يا شاء قلت بلى وحنير رسولك لا يوها ويرالي قلنا إستاينا نقول مركا آخر يالنا يقول يا الدنيا يا شاء نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركز تو صحابي دي سواركو أريما الدنيا إنك هلا يا نبيك ورميا نبي عليه الصلاة والسلام وكدويني أوحو قلبي قود الربي عليه الصلاة والسلام كحريي الله يدار تآخر نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو صومر السوق آذو عمرا وآذو صواحي يواد لو قيل يالله بوق يواد وحلو كليب سني وبدا عدو آذو قل صعته نبي محمد عليه الصلاة والسلام أرقي يرد كان أردعس أي نبي عليه الصلاة والسلام أو ميت أي دكت قبت مركا نبي عليه الصلاة والسلام مركا صدق سوق شوق نبي حكول عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن هذا له بدرهم وركي نبا جعل إنه كقات الدرهم أن كسيا أرقي غير الدكان إمركا حوى ياندعسكا يا كسيا فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به وحيد هذا مركا ويجوابين ما جعلين بين هذين وحنا كفل مينو أي كل رسولك إلى عيو نبي يقول حكولي عليه الصلاة والسلام سؤال الله أتحبون أنه لكم حد بينا نسكين سيئو ودرهم لاني اللعاق لاني ويدينين إنا نرقي غير دوكين نسكين سيئا بل كورا مهدا نسكين سيئو وحيدا دين قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت وحيدا دين والله إلهي ما كنت داران مركو النورا أيو عيب سنابا ودوكنا أنا واحدة ما استرد وسكع عيب سنابا فكيف هو ميت اسقود غيرنا مركا ور عليك ور دنتو ميد حلو فلي نبي وحكوري عليه الصلاه تصالوا سين يحكو فهما قلبي غودن وسو جيدني وحنا نبي وحكوري عليه الصلاه والسلام فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم وحنا نبي يقول عليه الصلاه الى هيبان كدارتي الدنيا هدبا اهون على الله الى هيبك قليلتا من هذا عليكم كان أدي ليسا
إليه بلاش قاطع إيميت كا إيدو كان والله إلهي بك غلي ذاتا الدنيا دو ونبي كري عليه الصلاة والسلام وحوار كي يقو السوق ودي آدو وشقي سنية والدنيا دي مركة وحويا آدو دحق قرأ نبي صلى الله عليه وسلم حكو كبر روشني آخر هم يقولون أنه كدق الدنيا ولا الله يال الدنيا مين اللي سكوين يا ماها الدنيا ماها مدو غفو قلبي يسكوين أيو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحلقها يا إنه مركة تريق قبي آدو عجيبة وردحل قل نقضي وحويري نفت وحيكوي وحيوي سادوي وقد علمت إن السلامة فيها ترك ما فيها وحان حقيقة اللوغة هذي بدبادة الدنيا آخرة بين كتشرته إن الدنيا دان ليس كتوك أقول لك الزاهيدو ودلالال كيدن قروح ديدن آن لصير الراعين أي كتشرته بدبادة الدنيا آخرة لا دار للمرء بعد الموت يسكنها قفك واحد دار أو ميلو دقو وما سبنان قريس كذب إلا التي كان قبل الموت بانيها إلا أوتيو مركا ودستي انتي آنو لمن كهرمو يعني قفك ميلو دقو لمشدي سكذب مرها إلا دسمه ودستي أدو يمركو چوغي ونولا ماهاني قفك استوي نغمدا وحولي يهد مشدي سكذب قرو قدقا يدبتا حقيقة أنبو نقول ميدو كل راحي سنة أمامركا نقول ميدو كعذابنا أيو وقرئ يولد ستينتو نولا كهر